وصفة سريعة جدا، دسمة شوية الصراحة بس طعمها حلو. الوصفة دي عشان نعملها عايزين 6 من الشوكولاتة اللي بيبقى جواها كراميل وسوداني، النوع اللي يعجبكم هاتوه بس يكون جواها على الأقل كراميل. وعايزين 4 علب قشطة، وعايزين 3 من الكريمة، 3 أكياس من الكريمة البودرة، وعايزين مغلف 1 من الكابوتشينو، وعايزين كاكاو للوش، وعايزين سويسرول شوكولاتة جاهز. تمام؟ طيب الوصفة دي سهلة خالص ومش محتاجة شغل كتير الصراحة، بس بيطلع طعمها حلو جدا. أول حاجة هنعملها عايزين ناخد السويسرول الجاهز ده وهنحطه في الكوبايات اللي عندنا، يعني ممكن نفتفته لأن هو شكله كبير شوية. تمام كده، أول طبقة اتعملت من الأكواب بتاعتنا. دلوقتي هنعمل إيه؟ هناخد سكينة، هناخد القشطة اللي عندنا وهنحطها في الخلاط، مع مغلف الكابوتشينو، ومع الثلاثة كريمة بودرة. بس الأول عايزين نحط الشوكولاتة اللي عندنا. الشوكولاتة اللي عندنا هقطعها، هخلي بس هحط 6 وعندنا واحدة 7 كده نحطها على وش الأكواب اللي عندنا. بتستعملته بالكراميل بس؟ أوكي، شوكولاتة بالكراميل أوكي. ممكن كمان تستعمله زي اللي احنا مستعملينها النهاردة بالسوداني كمان، زي ما تحبه. خلينا نخلطهم مع بعض. خلاص احنا كده خلصنا الخليط بتاعنا. دلوقتي هناخد بقى الخليط اللي عندنا ده وهعمل انا معاكم كوباية، وهنطلع فاصل وهعمل انا الباقي في الفاصل. عندنا هنا الخليط بتاعنا اهو، هناخد منه كده ونحط. كمان طبقة ونحط واحدة من السويسرول، ونرجع نحط كمان. تمام كده. بس دلوقتي هنعمل ايه؟ هرش على وشها. هي كده، هي جاهزة. هناخد الشوكولاتة اللي عندنا هنا. ممكن تحطوا بقى اي حاجة انتوا عايزينها على الجناب. انا هحط كروكان، فهنحط كده على الجناب شوية. بس عايزين نحط الاول الكاكاو علشان ما يغطيش عليه. بعدين نحط الكروكون كده على الجنب، على جناب الاكواب بتاعتنا، ونحط في النص 2 من الشوكولاتة بتاعتنا برضو.